السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نعرف الأسعار نتاع السيارات في ليبيا. كاين واحد التطبيق سموه سوق مفتوح، تدخل بلاي ستور وتكتب سوق مفتوح، هذا هو، تجدون الرابط أسفل هذا الفيديو. ندخلوا دور فتح، هنا يعطينا أسعار تاع سيارات في ليبيا، نحولوها بالدينار الجزائري، نشوف شحال تدير بالدينار الجزائري. كاين الناس ما يعرفوش يحولوا من الدينار الليبي إلى الدينار الجزائري، هذه دوا في بالكم خاوتي. يجيني بهذا الشكل، نختاروا السيارات، ومن بعد نختاروا سيارة البيع، هي مثال نختار حنايا مرداسة، ها هي، نكليكو عليها ونشوفو الأسعار شحال تدير بالدينار الليبي ونحولوها دينار جزائري. مثال نختارو فئة تاع سيارة، مثال نختارو هذيا. هنا يعطينا جميع المرداسة في ليبيا خاوتي، راه يعطيكم الاسعار ويعطيكم الدردشه تهضروا مع السيد، وكذلك حتى النمر تاع الواتساب تاعو والنمر التليفون. مثال شوفوا هذه المرداسة شعرها دير، شوفوا وصف نتاع المرداسة، وكذلك انواع سيارات خاوتينا تجدوها هنا في هذا الموقع او تطبيق، جميع السيارات هذه تكون على بالكم. مثال هذه السياره قال لك دير 16750 دينار ليبي، لو كان نحولوها بدينار جزائري خاوتي نديرو 16750 نضربوها في 40 دينار، معناها دير 67 مليون بالدينار الجزائري. ايه انا عم سيدي دير 67 مليون مرداسة هذية، وعلى بالكم. نختار واحدة ثاني، شوفوا هذه المرداسة، شوفوا شحال ماشية، هذه قال لك سنة 2011 ماشية 159,000 كيلومتراج، قلك النوع هيكل صالون، يعطيك جميع المواصفات، مستعملة، هذه معناها مستعملة، معناها أوكازي ماهي جديدة، دي 36,000 دينار ليبية. ها متصاوي خاوتي، شوفوا معايا نقية، هذه كروسة، شوف مرداسة نقية، الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله، شوف كيفاش، شوفوها بالدينار الجزائري، قال لك دير 36,000 نضربوها في 4,000، 144 مليون دير هذه، هذه هي مرداسة دير 144 مليون دينار جزائري بالدينار الليبي 36,000، معناها ماتيا عندهم باطل خاوتي، كلشي باطل، كلشي باطل، ها، عيش يا زوالي، باطل يا مواطن. شوف في الجزائر هذه تلقى خاوتي ما توشيش تلقى ب600 ب700، تلقى حتى المليار عادي، يقول لك مليار عادي، معناها زوال ما يركبش زوالي. شوف كيف داير، الله يبارك، نقية، شوف كحل، شوف شفتوا معايا خاوتي، ها هذه يدي 140 مليون. دوك نشوفو خدا اخرى خاوتي، شوفو هذه، هذه دي 29,500 دينار ليبي، ها
هذه مستعمله بنزين زين دومي الويت، هذه ماشيه 100 ألف، ماشيه 100 ألف خاوتي، الدير 29500، معناها نديرو شحال خاوتي؟ قلت 29500، 29500 دينار ليبي نضربوها في 4000، 118000، 100 مليون و18 مليون، فهمتوا خاوتي؟ معناها دي تقريبا 120، احنا نديروها 120 مليون، هذه دي 120 مليون خاوتي، هذه سيارة، شوف كيف دايرة، شوف الله يبارك، شوف. وكاين كاين دوك نروحو خاوتي، نروحو البولو نشوفو شحال دير، دوك نختارو شحال البولو في الفازن، نديرو بولو، هاهي بولو، نشوفو بولو شحال دير، بالدينار الليبي وبالدينار الجزائري، باش تكون على بالكم، باش تعرفو الأسعار، مكاش واحد يشيها لكم. راه عندي كونكت شوي عيانة، وهنايا بوز أثرة يقول لك دومي دوز دي 250 350 مليون، علاه؟ علاه رب العالمين؟ علاه زوالي ما يركبش؟ زوالي ما يركبش، والله عيب. درك نشوفو البولو شحال راح دير، خذك نختارو بولو، ها هي، حتى كان حتى بولو اونس يا خاوتي. ها يا خاوتي هاد البولو، نشوفو هاد البولو شحال دير، راه عندي كونكت ضعيفة خاوتي، اعتذار. هذه يقول لك دومي 14 الله يبارك، هنايا قال لك سنة صيغة، سنة صنع دومي 14 2014، ماشية 99 ألف كيلومتراج. هنايا تقعدت مع قاعد 5 بنزين، معناها ايسونس، معناها كلشي مريقل. هذه يدير خاوتي دومي 14، هذه يدير 25350، معناها نضربو 25350 نضربوها في 4000، 114 مليون، 114 مليون بولو دومي 14، شوفوا كيف داير خاوتي، هسه نوريها لكم مليح باش تكون فيديو واضح، شوف كيف دايره، شوف الله يبارك، شوف شوف شبه سكودا خاوتي. هذه يا خاوتي كروسه بولو، هذه في الجزائر تلقاها تقريبا 280 حتى 350، وفي ليبيا تلقاها 118 مليون، تلقاها 100 مليون و18، 118 تلقى هذه في ليبيا 118 مليون. دوكا نروحو النوفو البولو النوفو، نروحو خاوتي باش نعطيكم جميع الاسعار باش تكون على بالكم. نروحو النوفو وجميع سيارات خاوتي هناك، انواع سيارات خاوتي تلقاه انواع. دوكا نروحو البولو، نروحو البولو العادي، النوفو كاين، النوفو كاين اونسي خاوتي تكون على بالك، هذه عطانا هذه في
اونسيا شوفوا خاتي، ها جميع بولو، شوف هاي بولو في النوفو. لكن نشوفوا شحال راه دير هذيا، نشوفوا المواصفات تاع الكروسة. قال لك هنا مستعملة معناها اوكازيو، نوع فولكسفاجن، مودي بولو 2015 خاوتي، وماشية شحال خاوتي؟ ماشية 89 ألف كيلومتراج. نوع هيكل عدد مقاعد 5، ديزل معناها ديزل مازوتي هذه. لون بيضة خارجي هذه، واش من عام قلنا دومي كانز هذه خاوتي، هذه دومي كانز 2015 ودير تقريبا 35 ألف دينار ليبي، معناها نجي نحولوها بالدينار الجزائري 35 ألف نضربوها في 4000 خاوتي، جينا 140 مليون، 140 مليون خاوتي هذه، 140 مليون هذه الراهنك ما تلقاهاش هذه، قاعد تكثر تلقى 180 190 حتى توش حتى 200 230 250 على ذوك السوق. التصيات الجزائر طالع خاوتي، شفتوا مقارنة بين ليبيا والجزائر؟ بعيد بعيد بعيد. ها شوف شوف شوفوا خاوتي، شوف الله يبارك، شوف شوف هذه والله ما تلقاها في الجزائر كيما هذه 140، ما كانش ما كان، تحوس عليها وما كانش، تحوس عليها وما كانش. شوف الله يبارك نقية، شوف شوف ما شاء الله، الله يرزقنا واحدة كيما هذه ان شاء الله يا ربي. مهم خاوتي، اللي عنده اي مشكلة ولا عنده اسفة خلينا تعليق اسفل الفيديو، ولو تواصل معنا عن طريق الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.